بداية صباحنا لليوم سلمى رح يكون مع شيء كتير مهضوم ومن وحي هالمناسبات اللي هي نحكي عن الزينة والهاند ميد اللي دائما لها مساحة خاصة بصباحنا، فكيف إذا كنا بمحافظة حلب اللي عم تتزامن مع أعياد الميلاد اليوم رح نتعرف على زينة الميلاد لكن بطريقة يمكن جديدة شوي. البالونات يمكن حدا بيقول كل حدا ممكن يزين بالبالون، لكن اليوم نتعرف على تقنية جديدة مع ضيفتنا ماريا أوكاجيان اللي رح تزين معنا لايف خلال الحلقة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، صباح صباح الخير. الخير. اهلا وسهلا صباحك، فيكي. ميرسي، يسعد صباحكم وميرسي على الاستقبال الحلو. صباح اهلا الخير. وسهلا. خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي شوي عن زينة البالونات، وامتى بلشتي بهاي الافكار؟ هلا بلشت بهالافكار قبل 10 سنين. كنت انه مبلشة افكر انه شو رح ساوي شيء جديد لبنتي، لاني ام وعندي ولدين، فكنت حابه اعمل لها شيء جديد. فبلشنا بورده وكتير عانيت لبين ما تزبط معي هالوردة، بس الحمد لله بعد ما بلشت صرت أحبها وبلشت أطور حالي وأتابع فيديوهات على اليوتيوب وأحاول، وكل ما أفشل ما أيأس إنه أحاول من جديد، والحمد لله قدرت أوصل لمرحلة إنه صار إنه فيني أعمل شيء كتير حلو من شيء كتير بسيط، إنه بس إنه بذات الوقت انه بيعطي جماليه كتير حلوه وبيفرح القلوب، انه شيء نعم. كتير حلو. خبرينا ماريا، انت قد ايه لك بهذا المجال حتى طورتي حالك؟ واليوم يمكن كل العالم هلا بتحب تزين بيوتها، خاصه أكيد. انه عندنا اعياد الميلاد. أكيد. هلا يمكن التزيين بالبالونات يمكن اقل كلفه وبشكل هيك بيعطي بهجه كمان. هلا بلشت صار لي انه مثل ما قلت 10 سنين، بس انه مشان انه نوصل لهون والتقنيات اللي بدها، انه بدها الشغله وقت، انه المفروض انه نحاول. هلا التكلفه اكيد اقل من اي زينات اخرى، بس انه ومتداول بكل انه المحلات، في انواع التكلفه بتختلف وقت بتختلف الجوده النوعيه، انه المفروض انه ما نبخل صراحة لتكون انه بجمالية حلوة، بس هي موجودة تحت متداول بكل المحلات، واي ست بيت فيها تاخده وتعمل اي شيء صغير انه تفرح انه اولادها وكذا وكذا، فانه حلو حلو كانت حلوة. حلو. طيب ماريا، كمان خلينا نحكي عن الانواع، يعني اليوم مثل ما قلتي في خامات مختلفة صح. بالبالونات في خامات في شيء مختلفة بيضل وقت اطول، في شيء اكيد وكمان حتى طريقة النفخ، يعني تنفخوا غاز في شيء هواء، فنحكي شوي عن هالتفاصيل. هلا الغاز بننفخه للبويلين الهيليوم اللي رح تطير بالسماء، هاي بتضاين معنا قرابة 12 ساعة بعدها بينزل، بس انه وقت نفخها هواء هلا خاصة الشتاء بالبرودة بتضاين انه شهر شهرين، وخاصة اذا كان البالون مكسيكي واصلي انه فبتم. واكيد انه اي ولد اذا بده يلعب معه بشي دبوس او شغله انه بتفجر، اكيد بتفجر، انه ما انه عندها جارانتي انه مدى الحياه، بس انه المكسيكي بضاين اطول خاصه بهالبرودات، انه بتم شهر شهرين، المهم يكون بزاويه وما يلعبوا فيها كثير الاولاد. اكيد ماريا جايبه الشيء معك لتزيني، اكيد جايبه تعلمي العالم كيف يزينوا باعياد ميلاد حتى لو ببيوتهم. اكيد. فخبرينا اليوم شو بدك تعملي. رح نساوي شيء كثير بسيط وهو السنو مان، رجل الثلج. فيهم اي والده او اي صبيه او حتى الاطفال فيهم انه يعملوا هالتقنيه لانه كثير سهل، انه اكيد نحن عندنا المنفاخ الكهربائي، انه اذا اي سيده بيت مفكره انه تطور انه من حالها وتكون انه مناسباتها كثير بتستعمل المنفاخ الكهربائي. عندنا المنفاخ العادي اليدوي انه بنعرفه انه بننفخها بشيء عادي، وهلا نافخين مجهزين، واهم شيء هالبوالين انه مشان ما تطب او ما تتحرك لازم تكون متقلينه. بنحط باي بالون مي ومنفرغ الهواء، منفرغ الهواء بنربطها بتكون مثل تقاله، انه فينا نستعمل الرز او اي شيء، بس المي انه افضل شيء، افضل شيء وارخص شيء. فبنعمل انه عندنا بويلين اثنين رابطين ببعض، ندمجهم بيكونوا اربعه، وهي بتكون القاعده
هاي بتكون القاعدة. تمام. وعنا بويلين مثل ما قلنا بيختلف باختلاف الأنواع. هلأ عنا بويلين ربط من الطرفين كتير بيسهل انه نساوي فيهم انه حائط بالون او انه نربطهم مع بعض. دائما نربط البالون ببالون. شفنا؟ رجلنا نحن نجربها، نجيب بوالين اليوم ونجرب نشتغل فيها. ولازم نكون مجهزين نفسيا انه البالون بيطق، فالمفروض ما نخاف انه اذا صار شيء انه ما نخاف ونرجع نحاول. انه هلا بننفخ الفولار. في نسبه معينه لما بتنفخي البالون؟ اكيد اكيد المفروض ما ننفخها للاخير للماكسيموم، لانه بتعرفوا في مثل اذا نفخت البالون ضيف جرب وشك. فانه المفروض نعيف مجال هواء انه لاي ضربه لاي شيء انه اي زاويه بتجي مشان ما تطق. ننفخ، بنعيف مجال، نربط، هل احنا عم نعمل رجل الاسنومات، رجل الثلج. هي اقل تكلفه ماريا من اقل تكلفه. اكيد بيختلف التكاليف باختلاف كميه البويلين، فهي اقل تكلفه انه فيها اي سيده حتى لو ما لقوا البويلين ربط الطرفين فيها تلزق البويلين انه من تحتها بسكوتش تيب او دبل فيس اللزق بطرفين، انه بيكون سهل حتى لو ما عندنا هاي للربط انه فيها تلزقه من فوق. فهيك ربطنا. ما بياخد كتير وقت، يمكن هي سريعة لهيك وفيها متعة لهيك الواحد. فيها متعة، ما بتاخد وقت، وفينا يعملوها انه اطفال ان كان بالمدرسة او بالبيت يتشاركوا. يعني ايه يتشاركوا، خاصة هلا يمكن زينة الميلاد كل بيت بيحب انه يزين. اكيد اكيد. يمكن مع غلاء الاسعار شوي اقتصروا على بعض الزينة، فحلوة هي الفكرة انه يجددوا شوي بزينة الميلاد اللي عندهم كمان. صح، والفكرة بلشت انه مثل ما قلتي الاشجار الميلاد بلشت الفكرة وقت كان انه بالظروف بالظروف الازمة اضطرينا نطلع من البيت، فانه قلت افرح الاولاد انه نعمل شجره، انه شجره الميلاد. ومثل ما قلتي التكاليف صايره، المعيشه صايره غاليه، فهي فيهم انه باقل التكاليف انه يعملوا زينه، يعملوا زينه ويفرحوا ويزينوا ويفرحوا الاولاد. يعني انت استخدمتي البوالين ومنفخ البوالين وللزق وقلتلكو. تمام، لزق بطرفين دبل فيس اسمها. اوكي، بيجي لزق بالطرفين. اوكي، هي الانف. اكيد اي بيت عندهم بيلوت صحيح، فبنرسم له بقى العيون وباقي التفاصيل الثانيه. يعني تقريبا ما اخذت معنا 5 دقائق او 10 دقائق. اكيد هلا بيختلف انه على الخبره بيختلف طبعاً. على الممارسه بيختلف، بس انه اغلب الوقت انه المفروض هيك شيء ياخذ منا 5 ل10 دقائق. نعم ماريا، يعني انت اليوم اشتغلتي طورتي حالك 10 سنين. شو بتحبي تقولي لكل هيك امرأة عندها مشروع عندها هواية حتى فعلا تطور حالها، يكون في عندها استقلال بشي، اكتفاء بشي، لو على صعيد بيتها او حتى طورته لحتى تستفيد منه؟ هلأ انا بنصح كل سيدة انه الاستقلال المادي كتير حلو، او انه ضمن البيت. حتى لو اشتغلتي ضمن البيت واكتفيتي انه انت تعملي شيء بايدك. تمام، انه مشان ما تحطي تكاليف غاليه. تمام، هي خلصنا. هي صار عندنا سنومات. بنصحها انه ما تيأس، اي شغل له
أعراضه صحيح. السلبية والإيجابية، إنه تعب، ما نشوف إنه شيء سهل ممتنع، له تعب، له مثابرة. نعم وأي مشروع بيبدأ بحلم وبيبدأ بخطوة، وبتمنى للكل النجاح. نعم أكيد. شكرا شكرا لإلك لك وشكرا ولوجودك معنا، لاستضافتكم. وبتمنى لك هيك أعياد مباركة. ميرسي، شكرا أعياد لك، مباركة لكم. تشرف. شكرا شكرا لك ولوجودك معنا.